السلام عليكم. جمعة مباركة ومقبولة ومحمودة إن شاء الله. اليوم نعود إلى مشروع بناء تاع المجلس القضائي لولاية سطيف، واللي يعد حقيقة واحد من أفضل ويعني أجمل المجالس القضائية في الجزائر، من ناحية العمرانية من ناحية الهندسية يعتبر رائد، حيث أن التجربة تاع البناء المزدوج كونستكسيون ميكست هياكل معدنية وخرسانة، وكذلك الطراز ديالو يعتبر طراز جزائري زيري ومعصرا بإضافة إلى الحجم نتاعو الكبير ما شاء الله. يعني حسب الصور اللي عندنا لتعود الأسبوع هذا يعتبر في مراحله الأخيرة من الإنجاز، وتبقى المرحلة يعني ما قبل الأخيرة وهي المرحلة نتاع التجهيز والتأثيث. التأثيث خاصة نترككم مع نهاية الفيديو. السلام عليكم.